مشاهدينا الكرام، لم تكن مرافعه مصر امام محكمه العدل الدوليه الا لوضع المحتل الاسرائيلي محل اتهام وادانه لكل ما يقوم به من انتهاك لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. ومرافعه مصر تاريخيه امام جلسات الاستماع الكبرى في محاوله لحشد الراي العام العالمي لادانه الانتهاكات التي تمارسها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني منذ 7 عقود من الزمن. ولتذكير العالم أيضا بأن تأمين سلامة المدنيين داخل فلسطين هو مسؤولية دولة الاحتلال، أن حرمانهم من العيش على أرضهم هو جريمة حرب. هنا يطرح السؤال على المجتمع الدولي، إلى متى سيظل الشعب الفلسطيني يقتل وتسلب حقوقه دون اتخاذ خطوات فعلية وملموسة لمنع كل تلك الجرائم؟ للمزيد برحب مع حضراتكم ضيفي في الاستوديو الدكتور محمود القباني، مدرس القانون العام والمحاضر بكليه الحقوق بجامعه الاسكندريه. دكتور منورني، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. بالتاكيد يعني مرافعه مصر اليوم امام محكمه العدل الدوليه ركزت على مجموعه من النقاط الاساسيه، ابرز ما يمكن طرحه في هذه المرافعه من وجهه نظرك. تعد مرافعه مصر النهارده حدث تاريخي، لان هي وضعت حكومه تل ابيب في مسؤولية قانونية أمام المجتمع الدولي كامل. مصر في مرافعاتها أكدت على حوالي 4 نقاط، أولهما إثبات اختصاص المحكمة العدل الدولية بإبداء الرأي الاستشاري في الجرائم التي ترتكب من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، كذلك دفع الحجج القانونية التي أسندتها إسرائيل من قبل وضحضها، حيث أن إسرائيل قالت أنا أدافع عن أمني القومي أو أدافع عن الأراضي بتاعتي، كذلك الأسانيد القانونية التي تبرر مخالفة إسرائيل للقانون الدولي والأعراف الدولية. هذا يعتبر مجمل النقاط التي حدثت النهاردة في المرافعة. دكتور، يعني أهمية الرأي الاستشاري من جانب محكمة العدل الدولية في تقديرك؟ الرأي الاستشاري بتاع المحكمة قد يعني اللي يترتب عليه أن يتخذ المنظمة بتاعت الأمم المتحدة إذا مثلا رأت شيء معين أو وصلت لقرار معين، ممكن مجلس الأمن يصدر قرار زي مثلا وقف إطلاق النار، وقف عمل هدنة ما بين الطرفين، أيا كان القرار اللي هيصدر من منظمة الأمم المتحدة أو من مجلس الأمن بيكون مترتب على الرأي الاستشاري التي أبدته محكمة العدل الدولية. يعني معروف أن آراء محكمة العدل الدولية هي آراء استشارية وليست ملزمة. صحيح. ولكنها على الجانب الآخر قد تكون مهمة فيما يتعلق بتاريخ الدفاع القانوني الدولي عن القضية الفلسطينية. بتشوف هذا الأمر إزاي؟ صحيح. محكمة العدل الدولية أصدرت قبل كده أكتر من رأي استشاري. فيما يخص انطباق القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطينية، كذلك انطباق الجرائم التي ارتكبت سواء من إسرائيل منذ مثلا عام 1947 من وقت تقسيم فلسطين، كذلك 1948 حرب فلسطين، 67 النكسة، كذلك أيضا الممارسات الإسرائيلية في خلال السنوات الماضية من بعد 67. محكمة العدل الدولية طلعت أكثر من رأي، وذكرت النهاردة معالي الدكتورة ممثلة الخارجية المصرية، ذكرت ذلك وقالت نحن نستند على تلك الآراء من قبل. الحاكمان يمكن البعض بيشوف أن يعني هذه المرافعة من جانب العديد من الدول، ليس مرافعة مصر فقط ولكن 52 دولة بتقدم مرافعات أمام محكمة العدل الدولية، هي شهادة من جانب العديد من الدول بواقع الجرائم الإسرائيلية وتفنيد هذه الإدعاءات الإسرائيلية بشكل أو بآخر، يضيف بعد جديد إلى القضية الفلسطينية ويعيد إلى الأذهان مرة أخرى الاستيطان والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني. صحيح صحيح. طبعا المرافعة ممكن نقول أن مرافعة مصر تختلف عن أي دولة أخرى، لأن مصر تقف جانب إلى جنب من القضية الفلسطينية. مصر هي المدافع الأول عن القضية الفلسطينية، مصر لن تسمح بتصفية القضية. طبعا إسرائيل من وقت ما بدأت الحرب من 4 شهور كل الهدف الخاص اللي هي عايزة توصل له اللي هي تؤدي إلى نزوح الفلسطينيين إلى رفح الفلسطينية وتستولي على باقي الأراضي، وثم تعلن بعد ذلك، نتفاجئ أنها بتعلن عن قصف بري واجتياح بري
للأراضي في رفح مما يدفع الفلسطينيون الدخول إلى مصر، ومصر لن تسمح بذلك طبعا. يعني مصر النهاردة وضعت إسرائيل أمام المجتمع الدولي، ومن حق مصر الدفاع عن أمنها القومي أو كل من يحاول الوقوف أمام كل من يحاول أن هو يعتدي على الأراضي المصرية. الصوت الوحيد في مرافعات الدول اللي كان خارج السياق، خارج سياق المرافعات بشكل أو بآخر، هي الولايات المتحدة الأمريكية التي طلبت المحكمة بعدم إصدار رأي استشاري بوقف فوري للعمليات العسكرية. حضرتك بتشوف هذا الأمر إزاي؟ الدعم الأمريكي حتى في المؤسسات القانونية الدولية بعيدا عن التسييس في القرارات في مجلس الأمن الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر هي الداعم الوحيد لإسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية منذ بدأت الحرب من 4 شهور ذهب بايدن إلى إسرائيل واجتمع مع مجلس الحرب في إسرائيل، وقام بإمداد إسرائيل بجميع المعدات الاقتصادية والعسكرية والمالية. الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي السند الوحيد لإسرائيل. يعني لو ما كانش في دعم من أمريكا لإسرائيل يعني كنا شفنا ممكن ان مش الوحيد بس هي الاقوى، يعني الاقوى يعتبر كنا ممكن شفنا ان كان في مثلا هدنه الفتره اللي فاتت او وقف الاطلاق النار، ولكن اللي مشجع اسرائيل على الاستمرار في الحرب طبعا امريكا. يعني في تقديرك يعني كيف تنظر اسرائيل الى هذه المرافعات اللي بيشارك فيها 52 دوله اضافه الى عدد من المؤسسات الدوليه، جامعه الدول العربيه، الاتحاد الافريقي وغيرها من المؤسسات؟ يعني اسرائيل بتشوف هذا الامر ازاي؟ اسرائيل يعني بيفتضح امرها امام العالم كله لما تيجي شهادات زي دول كبرى مثل مصر والامارات او الدول العربيه عموما. اسرائيل النهارده اصبح الانتهاكات اللي بتقوم بها على مرأى ومسمع من العالم اجمع. هناك دول بدات ان هي تغير وجهه النظر، كانت تظن ان اسرائيل صاحبه حق. بعد انتشار الأخبار أو وجود رأي مثلا يصدر من محكمة العدل الدولية بدأت الفكرة تتغير عن دول كتير أن إسرائيل ليست صاحبة حق، وأن يحق للفلسطينيين العيش على أراضيهم بدون أي تهديد من الدولة المحتلة. يعني البعض كمان بيشوف أنه أيا كانت المرافعات أو أيا كان الجانب القانوني في هذه المرافعات، ولكن إسرائيل ومن وراءها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها لا يعبؤون كثيرا بمثل هذه الأمور. إلى أي مدى في تقديرك الجانب الإسرائيلي مهتم حتى بالجانب القانوني في هذا الإطار؟ صحيح، طبعا إسرائيل لما اتسمعت قبل كده الأقوال بتاعتها قالت إن أنا يعني أنا كنت موجود عادي، حصل طوفان الأقصى، تم الاعتداء علي من قبل حماس، أنا كنت برد رد عن الهجمات اللي قامت بها حماس، وإن أنا ليا الحق في حق الرد على سند إن هم يعني يمتلكون تلك الأراضي أو إن هي من حقهم. إسرائيل لا تعبأ بتلك الشهادات أو تظن إن هي مش هتفرق معاها عموما، ولكن يعني نأمل إن المجتمع الدولي يتكاتف في تلك الفترة لوقف النزيف فيما يخص الاعتداءات على حق الشعب الفلسطيني. طيب دكتور اسمح لي هنتواصل في هذا الحوار مع حضراتكم مشاهدينا الكرام، ولكن بعد قليل موجز الانباء مع زميلتي ريهام رجائي. بعدنا تواصل، ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام، هذا الحوار حول مرافعه مصر امام محكمه العدل الدوليه. برحب مره ثانيه فيه مع حضراتكم مضيفي الدكتور محمود القباني، مدرس القانون العام والمحاضر بكليه الحقوق بجامعه الاسكندريه. دكتور منورني، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. بالتاكيد يعني البعض كمان بيتكلم على الاثار القانونيه المترتبه على مثل هذه المرافعات على الداخل الاسرائيلي او على الساسه في اسرائيل في ظل الكثير من القرارات اللي الحقيقه كل يوم بتنتهكها اسرائيل، واخرها اليوم كان الكنيست تصويته باغلبيه ساحقه على رفض الاعتراف بدوله فلسطين. طبعا الاثار القانونيه اللي قد تترتب على الراي الصادر من محكمه العدل الدوليه بصفتها اعلى سلطه قضائيه في العالم، يعني ان لم يكن له تاثير مباشر على اسرائيل قد يؤثر في اتجاهات الدول التي تساند اسرائيل. قد تغير من وجهات نظر الدول التي تقوم بمسانده اسرائيل بشكل مباشر وانها تتراجع عن مسانده اسرائيل. المفروض يعني من ضمن الاثار القانونيه ان مجلس الامن لم يقف عاجزا مثل تلك الفترات السابقة، ويجب أن يتحرك
لإصدار قرار بوقف إطلاق النار وعمل الهدنة في المنطقة. دكتور، كمان يمكن يعني العديد من المنظمات الحقوقية الدولية يعني أدانت كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، حتى الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة وكمان ممثلي الأمم المتحدة يعني أدانوا كل الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. إلى أي مدى في تقديرك هذه الأمور حاضرة بالنسبة لمحكمة العدل الدولية في تقييمها في النهاية؟ الجرائم اللي بتقوم بها إسرائيل منذ بداية الحرب جرائم ضد الإنسانية. القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي عموما بيعاقب على مثل تلك الجرائم. المنظمات الحقوقية على مستوى العالم بدأت أن هي ترسل مندوبين عنها للأراضي الفلسطينية لترى وتسمع ما يضر هناك في حق الشعب الفلسطيني، من جرائم إبادة جماعية، من قصف للمستشفيات، من تهجير قسري للفلسطينيين والاستيلاء على الأراضي الخاصة بالفلسطينيين، كذلك إجبارهم على النزوح إلى رفح الفلسطينية، وأيضا مؤخرا القيام باجتياح بري لرفح الفلسطينية. يشكل ذلك اختراقا لقواعد القانون الدولي الإنساني. لابد يعني أن يصدر مجلس الأمن قرار لوقف هذا التصعيد. يمكن مرافعة مصر بتمثل خصوصية بالنسبة للقضية الفلسطينية على اعتبار مصر هي الأقرب لفلسطين من كل النواحي جغرافيا وحتى اجتماعيا وحتى من ناحية الدعم المصري للقضية الفلسطينية تاريخيا، وبالتالي هذا الأمر إلى أي مدى في تقديرك مختلف بالنسبة لمحكمة العدل الدولية؟ مصر طبعا هي اللي بتساند القضية الفلسطينية منذ بداية العهد، منذ 1947 مصر التي تتكبد كل المشقة في توصيل المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية. مصر هي الوحيدة التي تقف حائلا دون تصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى الموقع الجغرافي للأراضي المصرية جوار للأراضي الفلسطينية، بسبب ما يحدث في رفح قد يشكل تهديد للأمن القومي المصري. مصر تقف دفاعا عن القضية الفلسطينية وعن أمنها القومي. طيب اسمح لي كمان بينضم الينا عبر الهاتف مشاهدينا الكرام دكتور منير مسيبة، استاذ القانون الدولي من القدس المحتله. دكتور تحياتي، اهلا وسهلا. اهلا، حياك الله وحيا جميع المشاهدين. اشكرك دكتور. بالتاكيد يعني مرافعه مصر اليوم امام محكمه العدل الدوليه لها خصوصيه على اعتبار ان مصر هي الاقرب لفلسطين من كل النواحي. في هذا السياق يعني بتشوف ازاي ابرز الجوانب التي عرضتها مصر وايضا التي عرضتها العديد من الدول في مرافعاتهم امام محكمه العدل الدوليه؟ صحيح، كانت المداخله المصريه اليوم في محكمه العدل الدوليه كانت مداخله شامله، شملت مجموعه كبيره من الانتهاكات الاسرائيليه في الارض الفلسطينيه المحتله، وربطت بين هذه الانتهاكات المختلفة بحيث أنها أظهرت بأنها مجتمعة تؤدي إلى انعدام قانونية المنظومة التي يديرها الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهي منظومة فصل عنصري كما وضحت يعني المحامية الكريمة التي مثلت مصر في هذه في هذا الملف. كما ايضا قدرت المحاميه المصريه على احداث اليوم في جزء من مداخلتها، وعن مدى يعني انتهاك القانون الدولي في قطاع غزه، ويعني عرجت حتى على موضوع منع إدخال المساعدات الإنسانية والإبادة الجماعية التي تقترح في هذه الأيام في قطاع غزة. هذا كان مهم، ولكن أيضا ربط كل تلك الانتهاكات من استعمار استيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، من تهجير قسري مستمر لم يتوقف يوما واحدا في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطبعا يعني حرمان الشعب الفلسطيني من حقه بتقرير المصير في أرضه. كل هذه الانتهاكات ربطت بينها المداخلة المصرية اليوم، موضحة للمحكمة
بأنها مجتمعة تؤدي إلى الاستنتاج بأنه أولا الاحتلال مخالف للقانون، الاحتلال يدير نظاما للفصل العنصري، وثالثا بأن هنالك التزام على الاحتلال بأن ينهي احتلاله فورا، هنالك أيضا التزام على كافة دول العالم بأن لا تعترف بالنتائج التي ترتبت على هذا الاحتلال، سواء كان ضم مثل ضم القدس مثلا، الضم الفعلي لأراضي فلسطينية محتلة أو مستعمرات بنيت في هذه الأراضي عليها أن تفكك. وبرأيي أن يعني المداخلة المصرية وأيضا المداخلات الأخرى وهذه يعني المعركة القانونية التي تدار في هذه الأيام في محكمة العدل الدولية هي مهمة للغاية. وربما إذا يعني تابعنا ماذا حاول الأمريكيون أن يفعلوا في هذه المحكمة، حاولوا أن ينأوا بالمحكمة عن إصدار قرار أو رأي استشاري في هذه القضية. الأمريكيون يريدون أن يتركوا كل ما يتعلق بالحقوق الفلسطينية معرضا للمفاوضات فقط مع الاحتلال الإسرائيلي وفقط تحت إشراف الولايات المتحدة، حتى تضيع من عمرنا عقودا أخرى ننتظر فيها أمام عملية السلام التي لن تنتهي ما دامت تدار بهذه الآلية وبهذه الشروط التي يفرضها علينا الأمريكيون والإسرائيليون. بالتالي هذه المحكمة أولا بأنها يعني أعلى هيئة قضائية في العالم، وثانيا لأنها تحصل بأكبر مشاركة قانونية في العالم من دول يعني عديدة في العالم، دول والة تعبر عن مواقف القانون الدولي، تستخدم مجموعة من القرارات التي صدرت منذ على الأقل عام 67 حتى اليوم، سواء متعلقة بمدينة القدس، متعلقة بالاستيطان، متعلقة بالتهجير، كل هذه القرارات التي صدرت في الماضي والتي بقيت حبرا على ورق تستغل اليوم أمام هذه المحكمة لإظهار مدى استهتار الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي وبالمنظومة الدولية، حتى تقتنع المحكمة بأن هذا الاحتلال غير قانوني وعليه الانتهاء فورا، بغض النظر، وهذا مهم، بغض النظر عن المفاوضات. يعني صحيح أن هنالك يعني ما يسمى بعملية سلام، ولكن يجب أن لا ترتهن الحقوق الفلسطينية، وخصوصا أن جزء من هذه الحقوق ينتهك على شكل جرائم حرب. يعني مثلا التهجير القسري هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، الاستعمار الاستيطاني هو أيضا جريمة حرب. كل هذه الانتهاكات هي عبارة عن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. شكرا جزيلا، يجب أن تنتهي فورا. نعم، شكرا جدا دكتور منير نسيبة، أستاذ القانون الدولي، كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة، شكرا جزيلا. دكتور، يعني ما تتوقع أنت من محكمة العدل الدولي بعد سماع الشهادات الخاصة بال 52 دولة، يعني وبعد تقديم مصر على مصر قدمت أصلا مذكرة إضاحية من يومين سابقين على الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني؟ يعني أتوقع إن شاء الله محكمة العدل الدولية تصدر رأي وترفعه إلى مجلس الأمن بوقف إطلاق النار ووقف الاجتياح البري من قبل إسرائيل على الأراضي الفلسطينية. شكرك جدا، نورتني في هذا الحوار. شكرك الدكتور محمود القباني، مدرس القانون العام والمحاضر بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية. شكرا جزيلا.